هلا والله يا ابو حمد. يا هلا وغلا يا ابو المه. والله اني احس في جيبك هذا برهبتنا يا حرام. عندي يجي عندي مشكله يا ابو الاغبياء. أيوة. يقولون لا دايم. هل انت غبي؟ الاغبياء يقولون لا دايم. هل انت غبي؟ لا ها حتى غبياء. الله يزينا. ما سبحان الله ما اختفي غير الخمر. علي لا والله من اول شجاع مر ايامك هذه ابشرك الرقم. ابل فهد انك غلطان ما تسلم على ابن عمك وصاحب. انا غير اسمعان انا بس تعال انذبر. عبد الله هني حسنا العلم الغانم وهذا. انا ادش هذه بيدك وانمشي. اليد وش خلاص. انا لا وجه وجهك. انذبر انذبر. انا من البدايه. انا اشوفك تلمحك فتره. كمل ثلاثه اباك تعرف انا. ترى السلام مرفوع اخي. السلام لله. السلام لله. الرجال هجرني خلاص ما معك سلام. جايز على سلام مره مره. العيد العيد ان شاء الله. خلني اجيب في مجموعة اكبر وما في سلام. ما مجموعة اكبر جايز عنك لو تجيني في بس الجامع تعدي لا تسلم علي. يا ولد وانك سامع علي ما مجي. هلا سامع شيء. ها سامع وشايف. فهد انت علامك جاي من فعل وتعبان يا رجال. ما افهم كل يوم سلم سلم يا ابو فهد. سلم سلم ما افهم انا. رحنا نقضي السلامات سلامات. إيه لو ما غير ابو فهد جاني قال سلام عليك. لو اسبوعين وش بعدي. يا ابو فهد هدا الانفعالات هذه ما سلم 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 سلم. لا سلم منك عظيم. ضرها الانفعالات يا لها اضرار في المجتمع ومن اضرارها طال عمرك حصل معي قصه. وش هي القصه؟ دق علي الوالد الله يحفظه قال قرضك علشان نبني لك عماره هنيه في ام الدوم. انا لو بنيتها في تبوك ما لها دخل بالموضوع يا دي. خليل لا تحرجني. تود احرج كل شيء. يا صابونه الكلام هذا قبل 14 سنه. صابونه 90 من بس ما يعطي ما يعطي هو احسن. ويعزني ويقدرني ومن الربع ولكن بدون ذكر اسماء طبعا. لا بدون ذكر اسماء. المهم طال عمرك وانا اللي خرمان قهوه وهو يعمل عسكري في احدى الالويه في تبوك. قال زين لي القهوه هو البراد وجايك. قلت يلا تعطيني موتركه زينه. قال يلا. وانا قبل 15 سنه اثر الاحوال طال عمرك اذا قدمت 15 يوم سطر يومك تروح تدورك ايش بدك كامله ولا بقره ما تعرف بس كذا يا دجب. خلي كمل قصته. وانا اطلع يجيك العلم عليك وانفعال لي انت انفعالك علي. انا انفعالي جاب كارثه. وانا اطلع وانا اشغل لي سيارتي مهم سياره رفيد. اعوذ بالله والله صابونه نفس السياره موقفه جنب سياره موظف الاحوال. والمفتاح استغلت الصابونه حديد مهم المواد الاجدد طايح في الرنجيب. المهم طال عمرك وانا اشغل هاك الصابونه وانا اروح الرفيدي. الصابونه انا متاكد انها مهم صابونه رفيدي. صابونه رفيدي لا فيها شاي ولا فيها جريده وعزمها قوي وهذه ما قلت انا الظاهر اني اعطيها الربع كله. المهم وانا لا متاكد انه ما مله وانا ادخل عليه. سلام يا رفيجي. قال هلا والله عليكم السلام. قلت مو ترك فيه جريده؟ قال لا. قلت مو ترك فيه كوب شاي؟ برا الرصيف هذا وينقزي على سياره الرجال احنا نجي لك قدام الحوار. كنت تسرق موتر الرجال وتهج. انا صادق اي ما اعرف كذا. قلت يا ولد احترم الفاظك. انا تحسب اني هديت هد وهذا. قلت احترم الفاظ حرامي وش يا ولد مترنع. انا وش بالي شاف سيارته ولي رفيجي هذا يوم انا قفلت من موضوع الاحوال ومن موضوع سرقه السياره ومن موضوع رفيجي الحين ادري اني بعته ويجي السياره. قال ها هذا اللي يعطي مؤتر. هذا اللي يعطي مؤتر صحيح يستاهل البرد مضيع. والله يستاهل. والله قهوه وانا امر بقال انا اشيلها اليابان. شيلها اليابان. والله خليك ورع انت عقب. انا اللي شاف قطه. اجلس لحالك. والله اقول ما فيها شيء. مره. من عقبني بالسلامه بيك اليوم انا اسلم عليه. مريض انا. والله افضل شيء انك تروح. والله العظيم انا فضيلي. امشي ولا نكبر. ها. والله شكلي بروح. ما هم سلو ما هم سلو ما العرب تعزم الرجال على الضيفه وتمشي يا وسخ. انت علامك ها؟ انت علامك اليوم يا اخي. انا صعبتي قويه من الرجال تغير وانا اتوقع اني طايح في رجال اعمال. في رجال اعمال؟ في رجال اعمال هذا ما تغير علي غير مدفوع له.
والله مدفوع الليل. بس انت قصدك انهم متغيرين علي ان جايبين شيء ما جبته انا؟ والله ما تغير علي غير مدفوع الليل. يا الوصف يا العين استريح. هذا ما انت وام الدقن عبد الرحيم. يلا عبد الرحيم استريح. مرحبا حياك ربي. يا هلا بالمدرس حياك ربي. ادري وقت اختبارات علي حرام لو اني طلع وتقام. صب القهوه للمدرس وخلينا ناخذ علوم. لا تعبت والله. تقام يا رجال. هات من الاولها. بس اخر رجال ان شاء الله. والله امزح يا حرام ما عاد والله امزح. امشي والله يا العلبي يا ولد اللي ما معنا قال اولك تقوم على عبد الرحيم. يا ولد عبد الرحيم اقدر طس يوم له متر. هذا ما اقدر. لا تمزح عبد الرحيم. عبد الرحيم منصور لا تمزح منه ثاني والله. هلا ما علي منه. اول كان على الدير يا ولد. يا ولد طيب لو لا تمزح بالعصا لو صبت واحد ما يجيك اضرار؟ لا ما يجيك نفسيا ما تتعب تلبيت تان بضميرك. ارتاح ضربت فلان ارتاح ما يجي اضرار ما يجي ولا يجي الثاني. بسم بالله اني انا اول غلطت على عبد الرحيم يوم راح اني تحسست وغيت الحق باسم. انت عاد عندك؟ انا عندي عاد اني اصلا ما ارتاح غرنا تحول من ابليس. الحين هو كيف يدرس الطلاب؟ انت ورا ما توجه السؤال هذا له. كيف يدرس الطلاب يا ابو؟ علمهم مثل ما علمك. الفاضي كذيب. انت عديت المرحله هذه؟ لا ما تعديت. هذا جيلي 13 سنه. ما زلت بشرح علمك. طيب اشرح لنا. انا بكمل تعليمه وجيب. ابدا الشرح الحين. لا ممنوع الضرب هذه المطيره الكلام هذا. لا ما ممنوع. بالله؟ وغير عندك في شرح عملي وفي شرح نظري. نظري. كلها بشرح نظري نظري. لا لا الشرح عندي سوى. شرح سوى؟ اي نعم. اذا ما فهمت. ما فهمت. ما فهمت؟ ما فهمت. هذا ليش؟ اجرب دماغك الحين. لا اسلوبك زي كذا ما راح احل واجباتك والله. غصبا عنك. غصبا عنك. غصبا عنك. يدك قالت انت من قدام وجهك. يدك قالت انت من قدام وجهك. خلاص. هذا لا تقاشر مره. يا حرام اني اهوز نفسي. تقهر. تقهر والله يا عيني تقهر. انت عصر الامتحانات. حفظت كلمتك اليوم تقول اليد اللي ما تقواها صفعه. اي والله. تقهوى تقهوى. لا شو تتكلم فينا على حد. تقهوى والله لو غايتني. السم. الك ايش؟ اني لا قهوي. السم لا هذه. انا مش يا حبيبي. رد اللعب. كم تقهوى في الجامعه اليوم؟ 17. ما عندي شيء الا بعد 20. مره؟ اي والله. ترى الدلة هذه كلها يغلقها هو. أنا وقفت من جاني رجع مسري. ترى داخل نص الصباح ورقبة تعبان. سلام رقبك؟ سلام. هل أنت تعبان أنت؟ إي والله. كذا تعبان؟ نظام فيلن ترى. ما نصب. صب صب الدلة. وش يا ولد دعوة عصا. أنا مراقبة. فلل فلل. فلل رقبتك. فلل فلل. عشان أراقب. صب زي الناس لا والله لا. نسيت أنك. تقاو ما قلت تاخذ ابي شنو؟ تقاو تقاو هذا طغو. اي طغو هذا طغو. سب سب هذا من جهات خل ما تطغو يتحرك. لا ما جاك شيء. لا ما رجع كذا تمزح. هذا شوف هذا رقبتي تعبان من مراقبة. انت هو بغى يكسر ظهرنا هذا لو انا اشوفك انك تطي الثلاجة وتنحوش. والله ما انا غالي. طواني ما خليها لي. انا الزمك انا بلزمك انت تروح مكان. وين يقول انا مقاويك وانت تروح؟ قطه ما في واستراحه ماني متكلم. والله تجيبها غلط. انا حرام لو اجلس وحيد. والله انت وين بتروح الحين؟ انت وش وضعك؟ والله تجي والله اصلا افتح السياره معي. هكي 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 تقاوى تقاوى يا ابو مجد. المعلم وابكر وتبجيله. كاد المعلم ان يكون الرسول. اللي يقوف من هنا وشين. امانه ابو هذا امزح يا الذيب. والله تعال تبجح. علي تراها ظروف. تعال استريح استريح. امانه بس لك سؤال. انت جيت تشقلب في النوم ترى. ما تشقلب. كان بواحد انا اقوم. لو انت تقوم؟ لا لا. يا ولد انت اجلس على نفسك.